السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة إلى رئيس الوزراء وإلى وزير الدفاع وإلى رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله. إحنا الناصرية تستغيث بكم. سيد دخيل، قضاء سيد دخيل يستغيث بالدولة. سعد حربية قائد عمليات الناصرية ما قاعد، يعني هسه نزاع مسلح بين عشيرتين صار 7 أيام. اليوم 7 أيام سعد حربية ما له أي موقف، ندخل له 5 مرات بمكان واحد بالمجاملات بالتليفونات. أخي أنت يا سعد حربية، الناس تتقاتل قاعد، عشيرتين كلهم أبنانه إلا الهصار ولا الحمودي. أنا أحكي على سيد قضاء سيد دخيل آل إبراهيم حصرا. يا أخي أنت لو تدخل قواتك كاملة وتوقف المعركة، شنو عشيرتين متنازعين؟ ما صارت بالعمارة بالبصرة؟ مو جد قائد عمليات ووقف قواته ووقف المعركة ويا اللي يرمي ياخذ. أنت شنو يا بن جنابك الكثيف صار لك 7 أيام اليوم يخابرونك من بغداد؟ يعني خابرك؟ ماكو نائب ما خابرنا، ماكو شيخ ما خابرنا يخابرك، تقول له الوضع مستبد وقواتي منشورة. لا، الوضع مو مستبد وعلى يعني شلون على بركان صايرة هاونات تستخدم قدامك. أنت شنو قائد عمليات؟ أنت شنو هي معركة دولية؟ عشاير بيناتهم يستخدمون هاونات ومدافع وقاذفات، وانت جاي والله واقف في الشارع العام ما تدخل. دخلتهم انت اول البارحه، قبل يومين دخلت قواتك الصبح، وقف الطاقه النار، ليش سحبتهم العصر؟ ليش؟ تريد تبيد العشيرتين؟ تريد تبيد ال ابراهيم قضاء سيد دخيل؟ ماكو، انت قائد عمليات الناصريه، ابو الكل الناصريه. ما عندك، ما تقدر تقود هاي العمليه او خارجه عن سيطرتك، عندك رئيس اركان تتصل به. عندك وزير الدفاع تتصل بي، تستعين بقوة من بغداد. شنو عمي هالثقة؟ الناس عائلتين مجاهدة، العائلتين عندهم شهداء. انت شنو الاطفال والشيوخ والنساء كلها مرعبة، هاونات والقذفات الدق الدق. هاي اليوم 7 أيام اللي خبروك من بغداد تقولهم والله الوضع مستبد. لا تصير على طرف عن طرف، انت ابو للطرفين. نناشد وزير الدفاع ورئيس الاركان الجيش بالتدخل بهاي القضية. اليوم 7 أيام، يعني انت شنو التضامن بعد شوي يصير؟ مناشدة سريعة، ما خلينا واحد ما خبرنا، لا مكتب يجي وفد من المرجعية شيخ فاهم يرمونه؟ ماكو هيك حكي، انت مو قد المسؤولية تنحى، اكو غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.